ضعف طول الحوت الأزرق وأيضا ثلاثة أضعاف الحوت الأحدب. هذه هي مقاسات لأحد طبعا أطول حيوان في العالم والذي اكتشفه فريق بحثي في أستراليا وأعلنوا عنه يوم أمس. اسم هذا الحيوان هو السيفونوفور. نعم أعلم أنه اسم صعب لكنكم ستعتادون عليه بعد نيله لقب أطول حيوان بالعالم. هو عبارة عن مخلوق لاسع كالقناديل يتكون من عدد كبير من الحيوانات المتطابقة التي تعمل كجسد واحد بطول 46 مترا. على غرار القناديل يمد هذا الحيوان أشواكه المسممة ولا يهاجم، ولكن حينما تقع سمكة عاثرة الحظ مسكينة بتلك الإبر فإنها تصاب بالشلل وأيضا تتحول لغذاء لهذه المستعمرة القائمة داخله. ووقع الاكتشاف هذا الجديد في منطقة اسمها جاسكوين البحرية، وذلك تحت إشراف منظمة تعنى باستكشاف المحيطات بالغواصات المسيرة وأيضا الروبوتات والتي تفتقر إليها أستراليا. وقد تم تصوير هذا الحيوان بفيديو سيعتبر نادرا فيما بعد بسبب قلة ظهوره بعمق. حول هذا الموضوع وكانت كثيرة على هذا الاكتشاف البيئي المهم. دعونا نستعرض أبرزها، والبداية طبعا من أحمد عبد الهادي الذي قال حول هذا الموضوع. أحمد، كيف يعني حيوان يتكون من عدة حيوانات بداخله؟ لم أفهم ذلك على الإطلاق. هو يا واحد يا مجموعة، يتساءل أحمد. أنا أرى فيها وجهة نظر شوية أحمد، لكن تيم قال المعلومة جميلة وكل شيء ممتاز، بس ما لقوا غير الاسم يعطوه إياه، كنتوا سهلوها شوي. يعني إذا بتحب تيم تحط بعض الاقتراحات على الأسماء اللي أنت بتفضلها ممكن توصل للعلماء. أما صفاء فقالت صفاء حول هذا الموضوع، من النادر جدا رؤية هذا الحيوان، فجميع الأبحاث في الماضي كانت تشير لوجوده في أعمال أو أعماق المحيطات ولم يظهر قط. أخيرا لدينا تساؤل من فائق حول هذا الموضوع، واللي قال فيه لم أفهم كيفية قدرته على التهام سمكة شكله مثل المناديل، أين يهضم اللحوم؟ رح نجاوب عن هذه الأسئلة لفائق وغيرها من الأسئلة. معنا من القاهرة منسق برنامج الحياة البرية وأيضا البحرية ومدير إدارة الأمان الحيوي في وزارة البيئة الدكتور لؤي السيد. دكتور لؤي أهلا بك في برنامج منصات وفي سكاي نيوز عربية. يتساءل البعض أولا، هل هذا فعلا حيوان بهذا الشكل؟ يعني هو عدة أضعاف من الحيتان، كيف تم اكتشافه بداية؟ هذا الحيوان ابتداء اسمه سيفينوفور، والكلمة بالإغريقية كلمة سيفينو تعني تيوب أو الأنبوب، وكلمة فور بالإغريقية كذلك تعني الدب، فهو الأنبوب الدبي لاتصاله ببعضه البعض، اتصال الحيوان الفردي بالحيوان الآخر يصبح هناك أنبوب مشترك. بس في ناس معترضة دكتور على الاسم، بتقول صعبتوها شوي لو كان الاسم أسهل. بس تمام، أول اكتشاف لهذه الحيوانات كان في القرن الماضي عام 1758 بواسطة كارل لينس، وكان أول تسجيل له كان على بالقرب من شواطئ في البحر الأبيض المتوسط. وبعد ذلك في بداية القرن التاسع عشر سجل 85 نوعا آخرا منه، ويوجد منه في على وجه الكرة الأرضية حاليا 175 نوع. الاسم مستمد لأنه من طبيعة هذا الكائن وطبيعة اتصال الكائن الفردي بالكائن الآخر، فتشكل في اتحادها ببعض كائنا واحدا متصل بأنابيب متصلة ببعضها البعض، فجاءت الكلمة من التسمية اللاتينية الأولى سيفينوس فور. دكتور أنت قلت أن تم اكتشافه منذ زمن،
يعني هذا المخلوق على حسب ما فهمنا من يعني من تقارير الواردة بشأنه أنه قليل الظهور إلى 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 أماكن ربما مرتفعة قليلا، كيف تم اكتشافه سابقا وتم الحديث عنه الآن؟ تم اكتشافه لأنه في بعض الظواهر التي تصيب البحار أو المحيطات يصعد إلى القرب من الشواطئ، إنما هذه تكون حالة استثنائية. هذه يعني الحالة يرى بالعين المجردة دكتور، هذا القصد حينما حينما يكون متصلا ببعضه البعض يمكن رؤيته بقريب من شكل القناديل البحرية على شكل كائن طويل الحجم. التسجيلات السابقة لم تكن كبيرة مثل هذا التسجيل الأخير في بمعهد شميت في استراليا، كانت أكبر التسجيلات إلى 8 متر وإلى 12 متر، لكن هذا التسجيل الجديد الذي كان على عمق 675 متر هو أول تسجيل لهذا الحجم العملاق من هذا الكائن، لأن الغواصة التي بدأت هذه الرحلة وصلت إلى عمق 4000 متر ولم تجد هذا الكائن، وأثناء صعودها إلى السطح تم تصويره على ارتفاع على عمق 675 متر، وهذا الحجم الكبير يعزى إلى قلة الملاحة البحرية في الوقت الراهن، لأن هذا الكائن ينزل إلى القاع يبعد عن المهاجمات التي تحصل بواسطة يعني تكثر الأسئلة دكتور حيال هذا المخلوق المكتشف جديدا. يعني ما هي خواصه؟ ما هو لونه؟ كيف يأكل؟ كيف يعيش؟ كيف يتكاثر؟ ألوانه تختلف من الألوان الشفافة إلى اللون الأخضر إذا اقترب من سطح المياه حيث يتأثر بأشعة الشمس. هو كائن من أكلات اللحوم، يعني يتغذى على الأسماك وعلى الهائمات البحرية الأساسية. كيف يقوم بالتغذي على الأسماك؟ عن طريق اللواسع الموجودة في هذا الكائن، يقوم بشل حركة الأسماك، وله أمعاء داخلية كالجوف معويات، يقوم بتحليل هذه السمكة والتهامها ومرورها عبر الأنابيب الموجودة في داخل هذا الكائن. هذا الاكتشاف الجديد فيه ميزة جديدة، هو أكبر يمكن أكبر كائن على هذا العمق، لأن هذه الأعماق لم يسجل فيها كائن بطول بهذا الطول الكبير، وكان باللون الشفاف واللون الأخضر في بعض الأجزاء الموجودة فيه. أشكرك كل الشكر منسق برنامج الحياة البرية والبحرية ومدير إدارة الأمان الحيوي في وزارة البيئة الدكتور لؤي السيد، شكرا لك.